خلونا أولا نجدد الترحيب، وخلونا ثانيا نجدد المعايدة، وكل سنة وكلنا دايما طيبين وبخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. بكرة بإذن الله هيبقى واحد من أهم الأعياد الوطنية في تاريخنا الحديث، ألا وهو عيد تحرير سيناء 25 إبريل من كل سنة. يصادف طبعا أن أنا بنتي تولدت في نفس اليوم، فعيد ميلاد بنتي كذا الحال. طيب خلونا في عيد تحرير سيناء تحديدا. وعيد تحرير سيناء ده مهم جدا وانت بتحتفل بيه، ان يبقى في عندك مجموعه من المعلومات، والمعلومات يعني الحقائق والارقام. ومهم قوي الحقائق والارقام بالذات السنه دي، هقول لك ليه بصراحه. لانه انا منزعج جدا 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 من انه نلاقي احيانا اصدقاء واحيانا زملاء واحيانا اقارب وناس انت عارفهم كويس وواثق فيهم وواثق في طريقه تفكيرهم وواثق بالتاكيد في وطنيتهم، انه تختلط عليهم الامور او يبقى عندهم شكل من اشكال اما الشك او عدم اليقين او اللبس. فنلاقي انه من ساعه ما حصلت الازمه بتاعه روسيا واوكرانيا وتحصل الازمه الاقتصاديه العالميه، نلاقي ان الكلام يتزايد جدا على انه الاقتصاد المصري فيه مشكلة كبيرة، واصل احنا عندنا ديون، ويا ترى احنا عملنا ايه بالفلوس. شوف، يمكن من ساعة ما الفقير الى ربه تعالى يوسف الحسيني يعني تولى مسؤولية انه يقدم البرنامج ده، فهو مشغول جدا بمسألة الاقتصاد. جزء من ده بحكم التخصص الاكاديمي يعني ودراستي، وجزء من ده باعتباري مواطن مصري، وجزء من ده هي مسؤوليتي ناحية حضرتك، انك لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل في مصر، ايه اللي بيحصل بالفلوس بتاعة مصر، يا ترى هي بتنفق انفاقا رشيدا حكيما ولا لا. انا هقولها لك قولا واحدا، هي تنفق بمنتهى الحكمة وبمنتهى الذكاء وبشكل عمرنا ما اعتدناه. واظن هو ده السبب الرئيسي، لان احنا عمرنا ما اعتدناه، انه ناس كتير بتلتبس عليها الامور. تعال نشوف على سبيل المثال فلوسك، فلوس مصر عملت ايه في سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكل سنة وانتم طيبين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة تفضل مشكورا بإصدار تقرير رائع ووافي، يتضمن انفوجراف يعني عرض معلوماتي. العرض المعلوماتي ده هنشوفه مع بعض كويس، هيوري لك خطة مصر، الخطة الوطنية الشاملة لأجل تغيير وجه الحياة على سيناء العظيمة. طب هو بس أنا هستأذن إنه السلايدز تبقى مظبوطة أكتر على الشاشة، لأنها مش واضحة، فياريت بس نفتحها من غير الخطين المايلين دول. بص يا سيدي، الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة على أرض سيناء، برضو على أرض سيناء كويس؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ شوف العنوان بيقولك يد التنمية تفتح طريق الأمل والخير لأهالي سيناء ومدن القناة، وده ما هوش مجرد شعار، لكن هديلك رقم أكتر من 700 مليار جنيه. خدت الرقم ده؟ تمام؟ أكتر من 700 مليار جنيه تم استثمارها وجاري تنفيذ مشروعاتها لتنمية سيناء خلال 8 سنين. تنمية الاستثمارات يعني 2014، تنمية الاستثمارات والمقاومات الصناعية لجذب وتشجيع المستثمر في سيناء ومدن القناة. 2013-2014 يعني قبل تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر كانت بتضخ في سيناء تقريبا ضخت في سيناء 6.2 من 10 مليار جنيه. ما تم ضخه. طيب ايه اللي حصل من 2014 وحتى هذه اللحظة؟ زيادة نسبتها 627.4%، فوصل الضخ 45.1 مليار جنيه. الله، ده دي نسبة الزيادة من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء ومدن القناة. تعال نشوف الشكل عامل ازاي عشان تبقى أنت فاهم الضخ ده ازاي. 700 مليار تم صرفهم على سيناء، تصدق وانت مش واخد بالك، لان انت هنا اهالي سيناء واخدين بالهم. يبقى
لازم جزء برضو من مسؤوليتنا ناحية المجتمع، إن كنا شخصيات عامة أو كنا ممن يستمع إليهم أو يتابعهم المواطنين، إن إحنا لما نذكر رقم لازم ندقق قبل ما نتكلم عن الدين، اتكلم إحنا عملنا إيه بالدين. إحنا ما عملناش وإحنا جبنا شاي وسكر زي زمان خالص. واحدة واحدة هتفهم المسألة بالراحة. ثلاث مراكز تم افتتاحهم لخدمة المستثمرين بتكلفة 206.4 مليون جنيه لخدمة أكتر من 8800 شركة. يعني أنا هنا ضخيت للاستثمارات، يعني أنا بصرف فلوس علشان تجيب لي فلوس. هل ينفع مثلا أقول إن أنا لو حطيت 10000 جنيه في مشروع دي اسمها أنا صرفت 10000 ولا اسمها أنا استثمرت 10000؟ عشان ال 10000 دي هتجيب لي بقى 20 و30 و40، يا رب 100، يبقى أنا استثمرت فلوس. طيب، تمن مشروعات ومناطق صناعية تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعي، 275 فرصة استثمارية، مش فرصة عمل، فرصة استثمارية. شوف كل فرصة استثمارية توفر كام ألف فرصة عمل. تتمتع بيها سيناء ومدن القناة على الخريطة الاستثمارية. كويس؟ قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتر، وبالمناسبة كانت الطاقة الاستيعابية بتاعت القناة زمان 77 سفينة، دلوقتي بقت 97، يعني زيادة قد إيه؟ 26% زيادة. ماشي. من 10 ل 11 ساعة أصبح زمن العبور المباشر للسفن بدل 18 ساعة زمان. شوف المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس، منطقة اقتصادية يعني إيه؟ يعني فلوس تجيلي، أصرف فلوس عشان أعمل بنية أساسية، عشان أستثمر، عشان يجيلي عائد، علشان أولادنا وأحفادنا ما يتحملوش الديون ولا يتحملوا اللي احنا شفناه يمكن في 10-11 سنة فاتوا، او في منظوري الخاص يمكن حاجات من يمكن سبعينيات القرن الماضي. 18 مليار دولار تكلفة بنية تحتية واستثمارات داخل المنطقة، اضرب ال 18 مليار دولار في سعر الصرف، دينا سايبها لك. 460 كيلو متر، قول 461 كيلو متر اجمالي مساحة المنطقة، ده كيلو متر مربع. 250 منشأة صناعية وخدمية تم إنشائهم في مجالات مختلفة، 100,000 فرصة عمل مباشرة. هناك فرصة العمل المباشرة وفرصة عمل غير مباشرة. يعني إيه الفروق ماشية إزاي؟ على سبيل المثال لو حضرتك بنيت أوتيل، فندق، لوكاندا، بانسيون، سميه زي ما تسميه، هنفترض إن العاملين اللي فيه 100، دول كده 100 فرصة عمل مباشرة. طب والراجل اللي بيورد الأكل، والراجل اللي بيعمل الصيانة، والراجل اللي بيجي يعمل دهانات ونقاش، والراجل اللي بيجي يصلح مش عارف ايه، دي اسمها فرصة عمل. الراجل اللي بيوصل للسياح، دي اسمها فرص عمل غير مباشرة. طب الفرص المباشرة كانت قد ايه؟ 100,000 فرصة عمل مباشرة من المشروعات المنفذة في المنطقة. اللي بعده، تعال نشوف انه في 403 مليون جنيه هم تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة في جنوب الرسوة، ده في محافظة بورسعيد، واللي بتضم 118 وحدة. طيب مش احنا عاملين مشروع كبير جدا للأسماك واستزراع الأسماك؟ عندنا 2500 طن سنويا أصبحوا هم دول الطاقة الإنتاجية لمصنع وتصنيع وتعبئة الأسماك في الأنطرة الشرق. 727 مليون جنيه هم تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت. الكلام ده كان فين قبل كده بالمناسبة؟ وكأننا كنا قاعدين بننقب داخل الجبل، كأن الحاجة ما كانتش قدامنا، وكأن سينا ما كانتش موجودة. سبحان الله، فجأة لقينا ان احنا في عندنا سينا في 2014، لقينا ان احنا في عندنا حرب بتحصل تقريبا في ثلاث مدن وفي بعض المناطق من الوسط في سينا تجاه الإرهاب، وبالرغم من هذه الحرب كانت هذه التنمية مستمرة. اصل اوعى تفتكر الحاجات دي اتعملت امبارح ولا السنة اللي فاتت. الجيش والشرطة كانوا بيتعاونوا للحرب على الإرهاب في سيناء، وكافة مؤسسات الدولة الأخرى قاعدة بتشتغل علشان تنمي سيناء بهذه الأرقام اللي قدام حضرتك، اللي استحالة تبقى وليدة يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة. يعني كل ده كان بيحصل في سيناء، حرب على الإرهاب، وفي نفس الوقت بنعمل مجمعات صناعية وبنعمل بنية صناعية وبنعمل تنمية وبنعمل مدن. طيب وهل سينا بس؟ لا، طب وبقية المدن وبقية المحافظات؟ دي حدوتة تانية. المهم، 805 مليون جنيه تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام في منطقة الجفجافة، ده في وسط سينا، بطاقة
3 مليون متر مربع سنوي، 7 مليون طن سنوي إنتاجية لمصنع أسمنت العريش. طيب تعال على دي كده مشروعات كبيرة، خش على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومنطقة مدن القناة. 42,500 مشروع تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة حوالي 1.8 مليار جنيه لحد فبراير 2022. ده جزء من الحاجات اللي حصلت في 6 سنين، علشان لو انت عاوز تسأل ومن حقك تسأل. عندنا 5,428 مشروع تم تمويلهم من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت عنوان مشروعك، دول تكلفتهم 749 مليون جنيه. وفروا قد ايه بقى فرص عمل؟ وفروا 38,400 فرصة عمل لحد نهاية فبراير 2022. عدت علينا الكورونا وبرضو شغالين، وجات الأزمة الروسية وبرضو احنا شغالين. 788 مشروع تم الموافقة على تمويلها بالفعل من صندوق التنمية المحلية، إجمالي استثمارات 5.5 مليون جنيه في شمال سيناء وإسماعيلية والسويس لحد منتصف إبريل 2022. هل مصر تخلق فرص عمل؟ أيوة. هل مصر بتعمل مشروعات تنموية؟ أيوة. هل مصر بتعمل مجمعات صناعية؟ أيوة. هل مصر بتعمل صناعة للأمن الغذائي؟ أيوة. هل مصر بتوصل المية لسيناء؟ أيوة. أنا جاي لك في الكلام، هات اللي بعده. طيب علشان يبقى في عندي زراعة يبقى أنا عايز حاجتين، عايز طاقة. طاقة مش هدور المكن، امال يعني احنا هنزرع زي زمان ولا ايه؟ وعايز ميه. تعال نشوف ايه اللي حصل تنميه زراعيه في سيناء ومدن القناه وبرضو بالارقام. فلما تيجي تشوف فيديو، تيجي تشوف حد بيهبد على فيسبوك، بيهبد على تيك توك، بيهبد على تويتر، فعليه ان يتوقف عن الهبد. طب هو هيتوقف؟ هو ممكن ما يتوقفش لو هو نيته سيئه، لو هو نيته جيده قد يتوقف عن الهبد عندما يشاهد ويرى ويلمس هذه الامور ان اراد ان يلمسها، لكن ما اكثر الهبد في هذا المجتمع. ابرز المشروعات الزراعيه، تعال نشوف مشروع تنميه سيناء. 1.1 مليون فدان، يعني 1,100,000 فدان مساحة إجمالية للمشروع، منها 239,000 فدان مساحة مزروعة لحد نهاية مارس اللي احنا فيه. يعني عدى مارس، احنا بنشطف في إبريل، يبقى احنا خلصنا منهم 239,000 فدان، تقريبا الربع. دول تم إنشائهم بإجمالي مستفيدين قد إيه؟ الناس اللي هتستفيد 2,122 مستفيد من 18 تجمع زراعي. منظومة الري وحماية سيناء من أخطار السيول بتاعت زمان اللي بتخش تكسح وتغرق، والمية كانت بتنزل على البحر. إيه اللي حصل؟ عندي تقريبا 96,000 فدان، كويس؟ ده من الأراضي الجديدة، ده ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء وإسماعيلية والسويس. عندي 423 منشأة تم حمايتهم من السيول وتم إنشائهم بشمال وجنوب سيناء حتى ديسمبر 2021. عندي 86 كيلو و500 متر، شوف الدقة، من الترع تم تأهيلها وتبطنها في محافظات إسماعيلية وبورسعيد. كل ده عشان أعرف أعمل تنمية زراعية في سيناء. أبسط إنتاجها انك تاكل خوخ سيناوي بسعر معقول. هتضحك صح؟ بس هي دي الحقيقه، ده ابسط حاجه نقدر نقولها لك، انه علشان تضمن وجود سلعه زراعيه بسعر معقول. طيب ابرز مشروعات الاستزراع السمكي، مش احنا كنا بنتكلم قبل كده عن 2,500 طن انتاجيه؟ بص يا سيدي عشان التغليف والتعبئه، عندنا أكثر من 9,900 حوض، دول تم تنفيذهم ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي. عندي 120 مليون جنيه تكلفة تنمية بحيرة البردويل في شمال سيناء، وبعد شوية هنتكلم عن البحيرة. 3.5 مليار جنيه، انتوا كده قادرين تستوعبوا الفلوس بتروح فين صح؟ أنا هنا بتكلم على سيناء محافظتين،
ماشي، هحط معاهم مدن القنابل مره. طب 5 محافظات اهيص. 3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 8 قرى للصيادين، جاري العمل عليها. أبرز مشروعات إمداد سيناء بالمية، شوف بقى يا سيدي، 5.6 مليون كيلو متر، دي الطاقة، آسف، مليون كيلومتر مكعب في اليوم، مليون كيلو مكعب في اليوم، صح ولا انا مش شايف؟ المهم الطاقه الانتاجيه، حلوه مش شايفني، الطاقه الانتاجيه لمحطه معالجه، مليون متر مكعب صح كده، 5.6 مليون متر مكعب طاقه انتاجيه لمحطه معالجه مصرف بحر البقر للمساهمه في استصلاح حوالي 456,000 فدان. بالمناسبه هذه المحطه تحديدا بتاعه بحر البقر تعد واحده من اكبر محطات المعالجه على مستوى العالم. عشان انت بتسال يا ترى الفلوس بتروح فين؟ 1 مليون متر مكعب يومي هي الطاقة الانتاجية لمحطة معالجة هذا المصرف لتحسين الزراعة فيما يقرب من 60,000 فدان. اللي بعده، تعال بقى نشوف تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية في سيناء ومدن القناة. يا جماعة أنتم تستثمرون في الحجر ولا تستثمرون في البشر، مش كفاية جمل مكررة بقت عاملة زي الكليشيه كده يعني فبتزل استخدامها؟ لا، هو الاستثمار لما بنيجي نتكلم عليه من 2014 لحد النهاردة، أنت بتستثمر في كل شيء، بنية أساسية ومباني وأحجار إن أردت، وده لازم عشان البني ادمين تقدر بعد كده تقوم بمهمتها. يعني انا لو ما رصفتش طريق هروح المدرسه والمصنع والمستشفى والجامعه والمصلحه الحكوميه ازاي يعني؟ هركب الناقه؟ طيب، 18.8 وحدة اسكان اجتماعي، 4000 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي في جنوب سيناء، وعندي 2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي في شمال سيناء. عندي 6 مدن جديدة تم وبعضها جاري إنشاؤه وتطويره، أبرزها على سبيل المثال مدينة سلام على مساحة 19,000 فدان، مدينة إسماعيلية الجديدة دي أنا رحتها وهي بتتعمل في 2015 أظن على ما أتذكر، 2,800 فدان، يعني 2,800 فدان إسماعيلية الجديدة. مدينة بير العبد الجديدة على مساحة 2,700 فدان، ماشي. 45 مشروع لمياه الشرب تم تنفيذه بطاقة 478,000 متر مكعب كل يوم. 27 محطة تحلية مياه بحر تم تنفيذها بطاقة 438,000 متر مكعب كل يوم. طيب، عندي بقى 45 مشروع للتجمعات البدوية، دي تم تنفيذها بإجمالي 4,100 بيت بدوي، وأنا أتذكر إن إحنا سبق لنا ورحنا صورنا هذه التجمعات، صورنا تقرير حتى تبقى الصورة، هذا التقرير يبقى شاهد لمن لا يستطيع الذهاب لأيا كان السبب اللي مانعه، يعني اللي عاوز يروح أهلا وسهلا يتفضل، سينا فاتحة إيديها للكل. تعال نشوف، عندي 190,000 متر مربع 1,000 متر مكعب يومي هي طاقة محطة المعالجة بتاعة الصرف الصحي اللي بورسعيد واللي كان بيتم إعادة تأهيلها، وعندي 10,000 متر مكعب يومي، كويس، دول طاقة محطة معالجة الطور بعد التوسعات. عندي 54,500 وحدة سكنية تم تنفيذهم لتطوير العشوائيات، فأصبحت سيناء والمدن بتاعه القناه خاليه تماما من العشوائيات. احنا بنتكلم على مشروعات الصرف الصحي بس يا جماعه، 79 مشروع تم تنفيذهم بطاقه 565,000 متر مكعب يومي، اهمهم اللي انا قلتها لكم. بالمناسبه اللي انتم شايفينه قدامكم دول لحد دلوقتي كده اربع سلايدز او 4 شرائح معلوماتيه من اجمالي تقريبا 13 واحده. انا ادعوكم تخشوا على الويب سايت بتاع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، يمكن احنا اختصرنا شويه وعرضنا ابرز واهم الامور عشان بس ضيق وقت الحلقه، ده مش معناه ان احنا مش هنعرض الباقي، ال9 سلايدز الباقيين لازم هنعرضهم، فليكن بكره على سبيل المثال، وانا اتفقت مع زمايلي على هذا الموضوع، من بكره هنكمل ال9 اللي فاضل لنا لانه برضو مهمين. مهم انك انت تبقى عارف اللي انا طالبه من حضرتك، مش بس ان احنا ونحن نحتفل ونحتفي بعيد تحرير سيناء،
مش عاوزين تبقى المسألة احتفالية دون أن نستوعب ونعي اللي حصل، لأنه اللي حصل في سيناء من 2014 حتى هذه اللحظة ما تعملش على الإطلاق، على الإطلاق فيها من وقت ما استلمناها، من وقت ما استرجعناها، من وقت أغنية سيناء رجعت كاملة لينا مصر اليوم في عيد، حتى 2014 كل اللي اتعمل ما يكملش، 5% من إجمالي اللي اتعمل في 6 سنين، عشان تقدر تستوعب الجمهورية الجديدة معناها إيه. الجمهورية الجديدة مش هقولك مهمومة بمسألة ضرب أرقام قياسية، مصر مش محتاجة تضرب أرقام قياسية في شيء، لأن مصر دايما متفوقة فعلا مش هزار. وأنا هنا عن كبوات أو كبوة الجواد لمرحلة من الزمن مش هقولك عاوزين ننساها، لكن هنرميها ورا ظهرنا علشان نعرف نكمل، لن نبكي على لبن مسكوب. احنا لازم نبقى فاهمين ان اللي حصل في سيناء واللي بيحصل في مصر بشكل كامل هو معجزة بحد ذاتها. اوعى تخلي أرقام بتاعت موازنة أصل الدين الخارجي، الدين الداخلي، الدين العام، دي تخضك. اوعى تتخض، اوعى تصدق حد هيقولك الاقتصاد المصري بالتعبير الأمريكي ولا حتى البريطاني نوز داون على رأي الطيارين. لا خالص. هيجي لنا وقت أنا أظن هيبقى بعد العيد، هيبقى أكثر اتساعا، هشرح لك إن المسألة حتى في ظل الأزمة الحالية، والأزمة دي بتنتهي وهتنتهي كويس، والأزمة دي بتنتهي انت هتشوف الاقتصاد المصري قاعد بيتحرك ازاي. المؤسسات الدولية كلها بتقول الاقتصاد المصري معدل نموه مش هيقل عن 5%. انت عارف يعني ايه اقتصاد في العالم في ظل أزمة ركود تضخمي بتضرب الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى وأكبر اقتصاد في العالم، أكبر وأقوى اقتصاد في العالم، وانت بتحقق معدل نمو حتى في ظل الأزمة 5%، ده معناه ايه؟ الدنيا يشغلك لو ما عندكش قدرة على السداد، الدنيا يشغلك لو انت بتشتري بيه الشاي والسكر وأكل القطط. أنا مش ضد أكل القطط، صنعوا هنا بس، أدي كل القصة يعني. الدنيا يشغلك لو انت ما تقدرش، لكن لو انت قادر واحنا اللي هنسدد في جيلنا وفي حياتنا ولا تقلق. بمناسبة عيد تحرير سيناء وإعادة فتح بحيرة البردويل أمام الصيادين في سيناء، لنا في ذلك تقرير وقد يعقبه حتة بقى وثائقي بالمناسبة عايز أبقى أحكي لكم عليه قبل ما. دي البردويل اللي مش بتاعة زمان. البحيرة دي بالمناسبة زيها زي بحيرات كتير جدا في مصر محدش لمسها تقريبا من العقد الأول للقرن العشرين، لما جت مصر سنة 2014 وتولى زمام الأمور فيها، ربنا يحاسبني على اللي هقوله، راجل أمين وواضح وعدل، البردويل بقى لونها أزرق. والنعمة أنت لو كنت رحت البردويل من 5-6 سنين لكنت تتخض من لون المية. وكذا الحال في سائر البحيرات المصرية اللي كانت موطن ومرتع للطيور المهاجرة والأسماك اللي زي السكر، كل ده كان بيضيع مننا، ما كانوش بيتلمسوا، لا بيتلمسوا تنظيف ولا كانت البواغيز بتتفتح ولا بتتنظف ولا بيحصل حاجة، ولا المية دي كانت بتتجدد بسبب انسدادات البواغيز وكان عليها تعديات وكانت في تجارة غير مشروعة، حدث ولا حرج. النهاردة احنا ممكن نروح نصيف في البردويل بالمنظر اللي انت شايفه ده. يا راجل يا طيب، كل ده وبتسأل مصر اتعمل فيها ايه في 6 ولا 7 ولا 8 سنين؟ لا ده اتعمل كتير جدا، هو اعجاز حقيقي بايدين المصريين بالمناسبة. على كل، انا عايز يعني نقدر دايما حجم ما يحدث، ومش عاوزين نتحول الى ناس بتكسر مقاديف خالص. اديكوا شفتوا الاختيار وما تحويه، او بالاصح ما تختتم به كل حلقة، من بلاوي، من بلاوي محسوبك كان بشكل أو بآخر شاهد عيان زي الملايين من أبناء هذا الوطن. وبحكم المهنة أنا وزملائي اتحصرنا جوه مدينة الإنتاج الإعلامي، وبحكم المهنة أو بحكم الشغف أو بحكم حب البلد دي، فبرضو العبد لله تعرض لما قد يكون لم يتعرض ليه حد من زمايلي كمان كويس، وده ما فيهوش أي عظمة ولا خالص. المسألة كلها
احنا شفنا اللي يمكن حضرتك ما شفتش كل حاجة فيه. حضرتك شفت جزء قد كده، مش بتكلم على الاختيار، انت كمواطن انت شفت قهر، شفت عدم حرية، شفت عدم توزيع عادل لأي فرصة في الوجود. احنا شفنا الأمرين، بل شفنا الموت أحيانا بعينينا، وهذه هي الحقيقة. على كل، أنا عايز أسيبكم بقى مع إيه؟ مش فاصل، هسيبكم مع، ولسه مش هنشوف الوثائقي دلوقتي، أنا متحمس أصلي للفصل قوي، وبعدين عامله بقى صديقي، بقى صديق العمر والرفيق السيد المحترم خالد الليسي، فلازم كده نطرعمه ونرجلجه. تعالوا نروح للفصل الأول وبعدين نرجع نكمل الكلام. أربعين سنة عدوا على تحرير هذه الأرض العظيمة. أنا فاكر كويس قوي يعني بداية معرفتي وحبي وشغفي بالوثائقيات كان فيلم وثائقي زمان عن سيناء وثرواتها، وكان المعلق الصوتي عليه الكاتب الكبير والصحفي العظيم أستاذ صلاح حافظ الله يرحمه رب، رئيس تحرير روزا اليوسف الأسبق. يعني كان تعليق عبقري، وهنا اتفتحت قدامي آفاق الأفلام الوثائقية، واتفتحت قدامي آفاق سينا، فبدأت أقرأ عنها كتير جدا. سينا بالمناسبة مش بس أرض الفيروز كما نتحدث عنها، ومش بس أرض الثروات، لكن هي الشاهد على إنجازات تنموية وحضارية غير مسبوقة في ظل مشروعات أقل ما يقال عليها أنها المشروعات العملاقة. أنا أدعوكم لمشاهدة فيلم وثائقي مدته تقريبا 18 دقيقة عاملينه هنا في قناتنا الأولى وبرنامجنا التاسع. هسيبكم مع هذا الوثائقي ومش راجع تاني، هنروح على رأي نيلي، وبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم وبرنامجكم التاسعة. سلامات. لقد نصت معاهدة السلام على نقاط بالغة الأهمية، منها إنهاء حالة الحرب بين الطرفين. لا أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه، أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم، فمصر هي المحراب، أحبها من كل روحي وتمي. I'm not ready at all to submit one inch of my land. لن يستطيع أحد ولا أي قوة في وجه الأرض هتقدر تنال من مصر ولا من شعبها. مصر الحضارة والتاريخ، مصر العراقة والجمال، مصر القوة والفداء، مصر أيقونة السلام، يشهد لها التاريخ وتنحاز لها الجغرافيا، يقف وراءها رجال وأبطال مدافعين عن حقوقها وترابها حتى النفس الأخير. وعلى مر التاريخ كانت معادن رجالها النفيسة حاضرة في مواجهة جميع العداءات التي تعرضت لها. تحمل سيناء أهمية كبيرة ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع، فهي حلقة الوصل بين آسيا وأفريقيا، معبر حضارات العالم القديم بين وادي النيل ونهري دجلة والفرات وبلاد الشام. تملك وحدها نحو 30% من سواحل مصر، مما جعلها دوماً جزءاً من التاريخ، بداية من عصر الدولة القديمة مروراً بالحملة الفرنسية والحرب العالمية الأولى، وصولاً لأعمال التنمية والتطوير والازدهار التي تشهدها حالياً. يعد تاريخ 25 من أبريل عام 1982 محفوراً في ذاكرة الأمة وعقول الجميع.
حيث يظل شاهداً على رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها بطرق سياسية وتحكيم دولي. سبقهما انتصار عظيم أعاد للأمة المصرية والعربية قوتها وريادتها. إنه نصر أكتوبر 1973 الذي نجحت خلاله القوات المصرية في اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف واسترداد السيادة الكاملة على القناة وجزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975. حرب أكتوبر 73 مهدت الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد على إثر المبادرة التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في نوفمبر عام 1977 بزيارة الكنيسة الإسرائيلي. عندما تدق أبراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 من سبتمبر عام 1978. ويحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. حتى وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعاً منهما للضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. والتي نصت على إنهاء الحرب بين طرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قوتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء، وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة عليها. وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء، ففي 26 من مايو عام 1979 رفع العلم المصري على مدينة العريش، وانسحبت إسرائيل من خط العريش رأس محمد، وبدأ تنفيذ اتفاقية السلام. إنه لشرف عظيم حقاً أن أكون أول جندي مصري يقوم اليوم برفع علم القوات المسلحة المصرية على أرض العريش بعد غيبته 12 عاماً من النضال الشريف. أما المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، مساحة 6000 كيلو متر مربع من أبو زنيبة حتى أبو خربة، فكانت في 26 من يوليو عام 1979. وفي 19 من نوفمبر عام 1979 تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام. وفي التاريخ ذاته جاء الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبر ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. وفي يوم 25 من أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية، على مدينة رفح بشمال سيناء ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاما، وإعلان هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء. هذه
حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. وفي 13 من يناير عام 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى مشارطة تحكيم وقعت في 11 من سبتمبر عام 1986. وفي 29 من سبتمبر عام 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها التاريخي بمصرية طابة، ليرفع علم مصر عليها عام 1989 بعد ملحمة سياسية وقضائية لا تقل أهمية عن الملحمة العسكرية. عادت سيناء إلى سيادة الوطن. بعد أن دارت على أرض سيناء أعنف المعارك والحروب أصبحت دليلاً على ثمار السلام وتجسيداً لانتصار إرادته، وحصلت مدينة شرم الشيخ على جائزة مدينة السلام لعام 2000 و2001 على التوالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. كما احتلت كذلك مدينة شرم الشيخ المركز الأول كأفضل مقصد سياحي على البحر الأحمر. وشهدت المدينة العديد من المؤتمرات والمبادرات والاجتماعات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تدعم السلام والتنمية. سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط. وتخوض الدولة حالياً معركة جديدة، معركة عنوانها البناء والتنمية، والتي لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار التاريخ. تلك المعركة التي تتطلب وقوف الجميع يداً واحدة انتصاراً للوطن. سيناء، الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، البقعة المقدسة التي طالما مثلت لمصر عمقاً استراتيجياً، والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين. في عام 2014 أعلن الرئيس السيسي عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى محاور تنمية سيناء في جميع القطاعات. وشهدت سيناء اهتماماً غير مسبوق وطفرة حقيقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تم إنشاء 4 أنفاق سيارات أسفل قناة السويس، وافتتاح عدد من المشروعات القومية تتضمن منظومة طرق استغلال المياه بسيناء وزيادة الرقعة الزراعية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء وربطها بأرض الوطن، إلى جانب الربط بين ضفتي القناة. خطة تنمية سيناء تتضمن تنفيذ 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة. تتضمن إنشاء مطار المليز البردويل، ويشتمل على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 متراً وعرض 60 متراً، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كيلومترات وعرض 40 متراً. وتنفيذ مشروعات تنمية
بمنطقة شرق بورسعيد، تتضمن تنفيذ الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومتر وعرض 500 متر، وإقامة ساحات التداول والمنطقة الصناعية بمساحة 63 مليون متر مربع، وتنفيذ أحواض لاستزراع السمكي بشرق بورسعيد على مساحة 19,351 فدانا بإجمالي 5,906 أحواض، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد على مساحة 10 أفدنة، وتنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز ولها 3 أفرع، في الطور بعدد 6 كليات، وشرم الشيخ بعدد كليتين، ورأس سدر بعدد 3 كليات. مشروعات الطرق لها نصيب كبير في أعمال التنمية التي تشهدها سيناء، تتضمن إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال يبلغ نحو 1922 كيلومتر، فضلاً عن مشروعات الإسكان والتي تشتمل على تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي 80,995 وحدة سكنية و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام بشرق بورسعيد ومدينة الإسماعيلية الجديدة. كما يتم تنفيذ 14 مشروعا في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات ومخزن للأدوية ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى بإجمالي 400 سرير. وفي مجال التنمية الصناعية تم تنفيذ 4 مشروعات تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط 3 والرابع بالمصنع بطاقة إنتاجية تقدر ب 3,700,000 طن سنوياً، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 7 ملايين طن سنوياً. فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة بعدد 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 3 ملايين متر مربع سنوياً. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي فهناك 11 مشروعاً للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية تقدر ب6 ملايين متر مكعب مياه، منها إنشاء صحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة بطول 400 متر لنقل 1,200,000 متر مكعب من مياه ترعة السويس لترعة سيناء الشرق، إلى جانب زراعة مساحة 5,000 فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1,640 فدانا. كما يتم في مجال الإمداد بالمياه تنفيذ 49 مشروع تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450,000 متر مكعب مياه. وفي مجال الصرف الصحي يتم تنفيذ 5 مشروعات بمدن الشيخ زويد، بئر عبد، الحسنة، نخل، الطور. وعملت الدولة على إنشاء محطة تحلية مياه المحسمة على مساحة 10 أفدنة، وهو المشروع الذي وفر فرص عمل مباشرة لعدد 2,000 مهندس وفني وعامل، بالإضافة إلى توفير 5,000 فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة، عملوا على مدار 5 ملايين ساعة عمل كي يحققوا لسيناء حلم التنمية بإنشاء 1 من أرقى محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الشرق الأوسط. فمحطة المحسمة ليست مجرد مشروع لمعالجة المياه فحسب، بل أصبحت أملاً جديداً يفيض من خلاله الخير على أرض سيناء الطيبة، وتحقق لمصر طفرة تنموية بزيادة الرقعة الزراعية وفقاً لخطة مصر التنموية 2030. جهود التنمية في سيناء اشتملت أيضاً على مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، حيث تم تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، وتم توصيل التغذية الكهربائية لـ 22,000 مشترك، ليصل إجمالي سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالي وداخل محطات التوليد لنحو 2,000 ميجا فولت أمبير، وكذلك زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنحو 793 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى نحو 11,778 كيلومتراً.
كما تم تنفيذ العديد من محطات المعالجة الأخرى، ومنها محطة معالجة مياه بحر البقر التي تعد أكبر محطة للمعالجة الثلاثية في العالم، وتصل الطاقة الإنتاجية لها ل5,600,000 متر مكعب في اليوم، وتكفي لزراعة 400,000 فدان شرق القناة. وفي مجال المنشآت التعليمية يتم تنفيذ 46 مشروعا تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية، كما يتم تنفيذ 19 مشروعا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية والترفيهية. هي إذن سيناء تلك البقعة الغالية التي قدر لها أن تكون شاهدة على بطولات ونجاحات عسكرية وسياسية وقضائية، وأصبحت الآن شاهدة على إنجازات تنموية وحضارية غير مسبوقة، ويظل العلم المصري يرفرف على أرض الفيروز ويتغنى بالسلام.